أعطيكم قصة جميلة وقعت على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع مؤذن الجامع الكبير الشيخ المبارك رحمه الله عبد العزيز بن ماجد. المؤذن لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يجالس العلماء. ويوم من الأيام صلى الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز بالناس صلاة العصر في الجامع الكبير، فجهر بالقراءة، أعمى رحمه الله، ما يدري الوقت، هو التبس عليه الوقت فظن أنها جهرية فجهر، فقال بعضهم سبحان الله، فما وقف الشيخ من التلاوة لأنه لا يرى أنه أخطأ. الآن أنت لابد تفتح عليه بشيء لا يفسد صلاتك، لو قلت اسكت يا شيخ أو قلت يا شيخ الصلاة العصر خربت صلاتك، فسدت صلاتك. ماذا قال المؤذن الذي جالس العلماء وتدبر معهم العلم وسمع بأذنه وجالسهم؟ قال الشيخ عبد العزيز بن ماجد: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. يا سلام، فتح عليه بالقرآن، فسكت الشيخ. فلما انتهى من الصلاة التفت إليهم وأثنى عليه وأثنى على فقهه. ولذلك أحبابي، حياتك أن تكون تقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك عندما قال اقرأ باسم ربك، معنى ذلك أن القراءة التي توصلك إلى ربك ما كان فيها تعظيم لربك، وربك يعظم بتدبر الهدى والنور.